مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من الريحانيه المحلل العسكري والسياسي السوري السيد اديب العليوي. اهلا بك سيد اديب. بدايه، بعد وصول القافله الرابعه من مهجري الغوطه الى حماه، هل باتت الغوطه الان تحت قبضه النظام؟ تحياتي لكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. يعني حقيقه النظام اصبح يسيطر على نسبه كبيره من الغوطه نتيجة التقسيم الذي حصل، التقسيم الذي كان منذ يعني فترة طويلة. يعني الغوطة مقسمة، هي بدون أن يدخل النظام هي مقسمة الحقيقة للأسف الشديد. يعني ولم يعني لا نريد أن نعلق على هذا الموضوع في الأيام السابقة لكي لا نحبط الناس ولكي لا نصبح يعني المخدرين كما يسمونهم. لكن الان وبعد ان وقعت الواقعه وبعد ان فرط العقد الحقيقه، يعني نستطيع ان نقول ان الغوطه مقسمه منذ البدايه بين جيش الاسلام وبين احرار الشام وبين فيلق الرحمه، وبالتالي النظام استطاع الاختراق من هذه الممرات فيما بين هذه الفصائل، والتي حقيقه كانت خاصره يعني ضعيفه ورخوه، واستطاع من خلالها الدخول وقسم الغوطه كما تعلمون الى ثلاثه. طيب، الان الغوطه يعني هي بالمختصر يعني طرف شمالي وطرف جنوبي، طرف يسيطر عليه جيش الاسلام وقسم يسيطر عليه يعني بضع قرى يسيطر عليها فيلق الرحمه. سيد اديب، الائتلاف السوري قال ان عمليات التهجير جريمه حرب وروسيا شريك اساسي فيها. ما الذي يمكن ان يبنى فعليا على مثل هذا التصريح؟ يعني حقيقة هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة. يعني نحن لاحظنا أن يعني روسيا والنظام يعني قاموا بقصف الغوطة بكل الأسلحة المحرمة دوليا. يعني المعركة يعني دعني أقول في المعنى العسكري، عندما تكون منطقة مطوقة يعني هي بالمعنى العسكري ساقطة، يعني هو تكون مسألة وقت. لكن يعني أن يكون هناك اقتحام يعني جيش لجيش ممكن ان يكون خسائر كبيره للنظام وخسائر كبيره للطرف الاخر المطوق، لكن ان يكون هناك يعني منطقه محاصره منذ 5 سنوات يقوم جيش النظام والطيران الروسي بالقصف بكل يعني الاسلحه المحرمه دوليا، والمنطقه التي تصعب عليهم يقومون بقصفها بالغازات وبالكيماوي. يعني هذا المنطق الذي جعجع به يعني كثيرا السفير الفرنسي في الامم المتحده وسفيرة الولايات المتحده، ولكن مقابل الحديث عن سيد اديب، مقابل الحديث عن القتال والعمليات العسكريه، هناك انباء تتحدث عن مفاوضات بين جيش الاسلام وروسيا للبقاء في الغوطه الشرقيه. يعني هل تعتقد ان يمكن ان تاتي هذه المفاوضات او تؤتي ثمارها؟ يعني المفاوضات هي يعني اصبحت يعني تقسم الى مربعات صغيره. يعني بمعنى اخر، المفاوضات التي تجري الان في الغوطه يعني جرت مع احرار الشام في حرسه من اجل خروجهم باتجاه مثلا الشمال، لكن الان تجري مفاوضات مع جيش الاسلام ليس من اجل الخروج ولكن من اجل البقاء هناك. يعني جيش الاسلام يرفض حتى الان الخروج من الغوطه الشرقيه، لكن يعني دعني اقول ان روسيا التي تخدع الجميع والتي خدعت الجميع في السابق في مرض خفض التصعيد تحاول ان يعني من جديد ان تلعب دور الضامن وان تلعب دور، وبالحقيقه هي ليست ضامن. لاحظنا في سقطه وفي حموريه عندما خرج الناس يعني باتجاه النظام قام النظام باعتقالهم وباعدام الكثير منهم يعني على مرأى ومسمع من الجميع، وهناك الكثير من الوثائق تؤكد ان هناك اعدامات ميدانيه اصبحت في الغوطه الشرقيه وللاسف الشديد. لكن يعني الان الحقيقه يعني وضع الغوطه وضع لا تحسد عليه. نعم. الفصائل الموجوده هناك اصبحوا مضطرين على التفاوض مع النظام وللاسف طيب. الشديد بعد ان كانوا هم يعني بعد ان كانوا هم لهم اليد الطوله وبعد ان كانوا هم شوكه في حلق النظام في شرق دمشق. اخيرا، كيف تقرا اللقاء العسكري التركي الروسي شمال حلب لمناقشه مستقبل مدينه تل رفعت؟ يعني اعتقد ان المظاهرات التي يعني خرجت في بعد يعني تحرير عسكريين من قبل الناس المهجرين من بقيه القرى دير جميل والشيخ عيسى وتل رفعت ومنه وغيرها،
أعتقد أنها أتت أكلها. ونحن قلنا في اليوم الأول لتحرير مدينة أفرين، قلنا نحن نرجو من الأخوة الأتراك كما كنا مشتركين في تحرير أفرين من عصابات الانفصالية البي والبي كي كي، أن لا يتم القفز باتجاه مباشرة، وأن يتم تحرير منغ وترفعت ودير جمال والقرى الأخرى التي هجر منها أكثر من 300,000 يعني 300,000 نسمة هم مهجرون في المخيمات، وهي قرى عربية صرف وهي تدوى العصابات البيئية والآن تشارك فيها قوات النظام. وبالتالي نحن نقول أن يعني عادة يعني حقيقة القيادة التركية إلى تأكيد على أن هناك يعني مرحلة جديدة ستكون باتجاه الرفعت وليس باتجاه منبج مباشرة. كنت معنا عبر سكايب من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العليوي، شكرا جزيلا لك.